السلام عليكم أحبائي، أهلا وسهلا بكم في حصة اللغة العربية. درسنا اليوم في المحور الثالث حيوانات أحبها. الدرس الخامس صديقان، حرف الصاد. سأتعلم في هذه الحصة أن أصغي إلى قصة الصديقان، أجيب عن أسئلتها إجابة تامة، أتعرف أشكال وأصوات الحرف صاد. أحتاج إلى كتاب القراءة العربية، أفتحه على الصفحتين 46 و 47. ألاحظ وأعبر. انظروا أحبائي إلى هذه الصورة. ماذا يفعل هذا الكلب والهير؟ أحسنتم، إنهما يتناولان الطعام من صحن واحد. يبدوان متفقين. هل تربون في منازلكم كلبا أو هرة؟ هل يتفقان دوما؟ ماذا يفعل الهر عندما يرى الكلب؟ أحسنتم، عادة يهرب الهر عندما يرى الكلب، ولكن في هذه القصة يبدو الكلب والهر صديقين. ما رأيكم أن نستمع إلى القصة ونكتشف هذا السر؟ عنوان قصتنا الصديقان. قالت صباح لأخيها عصام: أتعجب يا أخي من هذه العداوة بين كلبنا وهرنا، مع أنهما يعيشان في بيت واحد، فإذا خرج الهر إلى الحديقة نبح الكلب عليه، فيخاف الهر ويصعد إلى شجرة أو يركض عائدا إلى المنزل. قال عصام: لا تعجبي يا صباح، فالكلب لا يصاحب الهر، فهما ليسا صديقين. لماذا لا نحاول يا أخي أن نصلح بينهما؟ إنها فكرة صائبة يا صباح، ولكن كيف نصلح بينهما؟ لاحظ أنهما يختلفان على الطعام واللعب، فلماذا لا نجعلهما يأكلان معا ويلعبان معا؟ بدأت صباح تحضر الطعام للكلب والهر وتصبه في صحن واحد ليأكلا معا. وبعد عدة أيام صار الكلب والهر يتناولان الطعام معا، ويوما بعد يوم أصبحا صديقين، يلعبان معا بلا خصام، ويتصاحبان في الخروج من المنزل والعودة إليه، ويراقبان العصافير وهي تحط على أرض الحديقة دون مطاردتها. سر عصام وصباح بعملهما الذي جعل الكلب والهر صديقين. والآن أحبائي سنجري محادثة حول القصة. مما تعجبت صباح؟ أحسنتم، تعجبت صباح من عداوة الكلب والهر. ماذا يفعل الهر عندما ينبح الكلب؟ عندما ينبح الكلب يخاف الهر ويصعد إلى شجرة أو يركض عائدا إلى المنزل. على ما كان الكلب والهر يختلفان؟ كان الكلب والهر يختلفان على الطعام واللعب. كيف أصبحا صديقين؟ أصبحا صديقين بعد أن اعتادا تناول الطعام من صحن واحد. والآن أحبائي حان وقت اكتشاف حرف جديد. نقرأ الكلمات:
عصام، صباح، صديقان، يصاحب، يصعد، صحن. ما هو الصوت الذي يتكرر في هذه الكلمات؟ ممتاز، إنه الصوت ص، وهو صوت الحرف صاد. هيا بنا نلون الحرف صاد في هذه الكلمات. أحسنتم يا أبطال، حان وقت اكتشاف أشكال الحرف. صاد في أول الكلمة صباح، صاد في وسط الكلمة عصام، صاد في آخر الكلمة قص، وهذه أشكال الحرف المتصلة. أما شكله المنفصل ويأتي في آخر الكلمة مثل صوص. أصوات الحرف صاد القصيرة: ص صدف، ص صبح، ص عاصف. أصواته الطويلة: ص صابون، ص صرصور، ص يصيح. ماذا تعلمت في هذه الحصة؟ تعلمت أن أصغي إلى القصة وأجيب عن أسئلتها إجابة تامة. تعلمت مفردات جديدة تحوي الحرف صاد. تعلمت أيضا أشكال وأصوات الحرف صاد. ماذا لدي في مفكرتي؟ أصغي إلى قصة الصديقان، أجب عن أسئلتها إجابة تامة. في أمان الله أحبائي.